يا أبناء شعبنا العزيز، يا أهل مدننا المحررة، يا أهلنا في جنوب العراق وشماله وغربه وشرقه، هذا يوم فخر عظيم لنا جميعا، يوم هزم فيه بلدنا الشجاع أعداء الحياة والكرامة وأعداء الحرية والسلام. تحية حب وإجلال وامتنان لشهداء العراق رمز شموخه وكرامته. تحية لجرحانا الذين حملوا أوسمة النصر علائم في أجسادهم. أن العراق اليوم ينعم بالسلام وينعم بالوحدة، وإننا بفضلهم دخلنا مرحلة الإعمار والبناء. إن عودة النازحين وإعمار مدنهم هدف سنبذل أقصى جهودنا لتحقيقه، وإن حملة الإعمار لا تقتصر على المناطق المحررة فحسب، بل تشمل المحافظات العراقية التي ضحت بأبنائها في عمليات التحرير